مرحبا، أنا أخصائية تغذية دانا بردقجي فاعوري. اليوم رح نحكي عن موضوع النظام الغذائي النباتي. كثير من الأشخاص ومؤخرا حتى كمان عم بيتجهوا إلى النظام الغذائي النباتي، اللي هو طبعا أكيد ما بيحتوي على أي منتجات حيوانية بأي شكل من الأشكال. طبعا لهم أنظمة معينة خاصة. حتى إحنا كأخصائيين تغذية، إذا بيجي لعنا شخص بقول أنا شخص نباتي أو أنا حابب أكون نباتي، منساعده أكيد على اختيار أنواع جيدة من البروتينات النباتية حتى يعوض فيها النقص اللي رح يصير من البروتينات الحيوانية. طبعا إحنا بنعرف أكيد إنه البروتينات الحيوانية بتعطي الجسم أنواع مختلفة من البروتينات وأنواع مختلفة من الأحماض الدهنية اللي بتساعد الجسم بعمليات الأيض بشكل كتير كبير. فعشان هيك إحنا بهاي الحالة بنحاول نعوض الشخص عن أنواع من البروتينات، وخاصة بالبقوليات، لأن البقوليات هي اللي بتحتوي على أنواع جيدة من البروتينات مقارنة بأي نوع من الخضار والفواكه التانية. حتى أنواع الزيوت النباتية بنفضل أنه يتم التشكيل ما بينها حتى يحصل الجسم على الأحماض الدهنية المختلفة حتى يساعده بعمليات الأيض المختلفة. إن كان في بعض المخاوف على نقص الحديد أو نقص أي نوع من الأملاح المعدنية أو الفيتامينات، فأخصائي التغذية عادة بيشرح وبيعطي بدائل جدا واسعة وكبيرة للشخص النباتي حتى يقدر يمارس نشاطاته اليومية بشكل جيد، واتباعه لهذا النظام لمدة طويلة ما يأثر عليه بأي شكل من الأشكال أو ما يظهر عنده أي من المشاكل الصحية اللي بنخاف عليه منها من نقص البروتينات الحيوانية.